السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الخامس الابتدائي. إن شاء الله بنكمل مع بعض حل امتحانات كتاب المعاصر. نبدأ بالسؤال الأول. بسم الله. When you look at a red apple through a green glass sheet، عند النظر إلى تفاحة لونها أحمر من خلال green glass sheet. يبقى دلوقتي طالما عندي يا شباب التفاحة لونها أحمر وبص عليها من الشيت لون تاني غير اللون الريد، طبعا هشوفها يا شباب هشوفها black. نمبر 2، similar magnetic poles، الأقطاب المتشابهة مالها بتتنافر. يعني تتنافر؟ يعني repel each other، تتنافر. يبقى المتشابهين أو similar repel، dislike أو المختلفين attract. نمبر 3، the bar using electromagnet is made up of، البار يا شباب أو المصنوع من الإلكتروماجنت ده أو المسمار الحديد أو النيل مصنوع من بيتصنع منه الإلكتروماجنت، مصنوع من الروت يا شباب، الروت أيرن، الحديد المطاوع. نمبر 4، from subprophytic أو decomposer organism، الكائنات المحللة، مين في دول الكائنات المترممة أو المحللة اللي هي الفنجاي أو البكتيريا. السؤال اللي بعده بيقول give reason. You see your image in the mirror، انا بشوف صورتي او بشوف صورتي ليه في المرآة يا شباب؟ هقول له due to ايه يا شباب؟ due to light reflection، نتيجة انعكاس الضوء. due to light reflection يعني بسبب انعكاس الضوء. نمبر 2 بيقول لي الشجر، السكر يا شباب considered pure substance while milk is a mixture. يبقى الإجابة يا شباب أقول له because sugar، لأن السكر consist of one type of particle، while بينما الملك اللبن يا شباب consist of more than one type of particles. يبقى لأن السكر بيتكون من نوع واحد بس من الجزيئات، يبقى هنا one type، لكن الملك يا شباب consist of إيه؟ more than one type، أكتر من مكون. السؤال اللي بعده بيقول لي scientific term. Number 1 بيقول لي food relationship in which one living organism divorce another. يبقى هنا بيقول لي one living divorce، يعني احد الكائنات الحيه بياكل الاخر. طبعا دي علاقه ايه؟ الافتراس او البريديشن، علاقه ايه يا شباب؟ الافتراس. Number 2، substance in which the solute dissolve، الماده اللي السوليوت بيدوب فيها. يبقى هو طالما جاب لي سوليوت يبقى بيدوب فين يا شباب؟ بيدوب في السولفنت. يبقى السوليد ده اللي هو المادة الصلبة زي السولت زي الشجر، بيدوب فين يا شباب؟ بيدوب في السولفنت اللي هو المادة السائلة زي الووتر. نمبر 3، darkened area formed as a result of falling light in opaque object، المنطقة المظلمة اللي بتتكون نتيجة سقوط الضوء على جسم معتم. طبعا ده تعريف مين يا شباب؟ الشادو، تعريف الشادو أو الظل. نمبر 4، acid is used to change kinetic energy to electric، ايه الجهاز يا شباب اللي بيحول الكاينيتيك انرجي لالكتريك انرجي، الطاقه الحركيه لطاقه كهربيه؟ طبعا ده الداينامو، الداينامو او الالكتريك جنريتور، ممكن اكتب له داينامو او الكتريك جنريتور. السؤال اللي بعده cross the odd word out، تعال نشوف الكلمة الايه يا ولاد المختلفة. بيقول لي then write the scientific names of the other، واكتب المصطلح العلمي لباقي الكلمات. عندي هنا بلو وجرين وريد، يبقى طبعا البلو والجرين والريد دولت برايمري كلر. ايه المختلف عندي؟ الماجنتا. الماجنتا يا شباب هو المختلف. الاود اقول له ماجنتا. الساينتفك تيرم يعني الباقيين دول عبارة عن ايه؟ الباقيين دول عبارة عن ايه يا شباب؟ برايمري كلرز، يعني الوان اوليه او اساسيه. نمبر 2، عندي فورست الغابه، يونيفيرس الكون، ديزرت اوشن. ايه المختلف عندي يا شباب؟ انا عندي الايكو سيستم كانوا ثلاث انواع، يا اما سمول زي الووتر بوند او اللارج زي الفورست والديزرت والاوشن، والفيري لارج زي مين؟ زي اليونيفيرس. يبقى اليونيفيرس ده هو الكلمه المختلفه، اليوني ايه يا شباب؟ يونيفيرس اللي هو فيري لارج ايكو سيستم، لكن الفورست والديزرت والاوشن الغابه والصحراء والمحيط دول عباره عن ايه يا شباب؟ لارج ايكو سيستم. السؤال اللي بعده correct the underlying words. number 1، oil is a common solvent، مين يا شباب الكومن سولفنت اللي عندي؟ هل هو الاويل الزيت؟ طبعا لا، الاجابه
الووتر كلنا عارفين ليه الووتر أو because thousand of substance dissolve in it لأن الماء بيدوب لي آلاف المواد. Number two, the magnet is powerful at the middle. هل المغناطيس يا جماعة ده القوة بتاعته فين يا ترى؟ عند التو بولز. يبقى القوة بتاعته عند يا شباب عند التو بولز وليس الميدل. يبقى هقول له هشيل كلمة ميدل وأقول له إيه؟ تو بولز يعني عند القضبان. Number three, the tissue paper is an opaque. يبقى هل المنديل المناديل الورق يا شباب دي ها هل هي اوبيك؟ لا ده هي ترانس يا ولاد او ترانسلوسنت او سيمي ترانسبيرنت. ترانسلوسنت كلمة ترانسلوسنت يعني شبه شفافة. شبه يا ولاد شفافة. نمبر 4 موسكيتو الناموسة كوز نقط ديزيز. يا ترى بتسبب لي الانيميا؟ لا الموسكيتو مش بتعمل انيميا. امال مين كان بيعمل انيميا؟ اللي كان بيعمل انيميا هو الاسكارس. لكن الموسكيتو يا شباب بتعمل ايه؟ بتسبب الملاريا. بتسبب ايه يا شباب؟ ملاريا. السؤال اللي بعده بيقول لي تشوز ها بيقول لي هنا هنا عاطيني جرايندنج عمليه الطحن هنا ساند وايرون فيلينج كونكريت الخرسانه سبريتنج فانل ام الفصل. طيب نقرا نشوف كولوم بي العمود باء بيقول لي كان بي سبريتد باي ا ماجنت. ايه اللي ممكن افصله في دول بالماجنت؟ على طول اقول له الاجابه مين يا شباب؟ الساند وايه يا اولاد؟ الساند والايرون فيلينج. يبقى هنا ايه. طيب كوز اليفانتيزس مين اللي بيعمل لي الاليفانتيزس؟ طبعا اللي بيعمل لي الاليفانتيزس هي الفيلاريا بس الفيلاريا مش موجوده هنا. سي سيبريت اويل اند ووتر ميكتشر بيفصل مخلوط الزيت والماء. طبعا السيبريتنج ايه؟ فانل ام الفصل. يبقى هنا سي. دي يوزد ان ميكينج سولت اند بيبر ميكتشر. يبقى عمليه يا شباب عشان اكون او اخلط اعمل مخلوط الملح والفلفل ده طبعا عمليه الايه؟ جرايندنج او عمليه الطحن. الأخيرة بيقول لي it is a mixture ده مخلوط. مين في دول عندي مخلوط؟ آخر حاجة فاضلة عندي الكونكريت وهي الخرسانة. يبقى دلوقتي هنا نمبر 1 خدت الدي يبقى grinding خدت الدي اللي هي السولت والبيبر. نمبر 2 sand والايرون فيلينج خدت الاي وصلناها بالاي اللي هي separate by magnet. طبعا ليه؟ أقول له لأن الايرون فيلينج ديت magnetic material while sand non-magnetic material. نمبر 3 كونكريت طبعا قلنا اي اللي هي ميكتشر اللي هي الخرسانه ده مخلوط. نمبر 4 سيبريتنج فانل وصلناها بالسي اللي هي سيبريت اويل اند ووتر. السؤال اللي بعده complete the following the compass is used to identify ها الكومباس بتستخدم ايدنتيفاي اقول له ايدنتيفاي ها عندي اربع كلمات اقول له ايه المين فور دايركشن التعرف على الاتجاهات الايه؟ الاتجاهات الاربع الاساسيه. تمام؟ ها اند كونسيست اوف سمول ماجنتيك ايوه نيدل فيها ايه يا شباب؟ فيها ابره مغناطيسيه صغيره. نمبر 2 سوليوشن كونسيست اوف السوليوشن بيتكون من ايه؟ بيتكون من سوليوت اند سولفنت. بيتكون من المذاب الماده الصلبه اللي هي السوليوت والمذيب اللي هو السولفنت الماده السائله. نمبر 3 وايت اوبيك اوبجكت نوت اول لايت كلر. الوايت اوبيك او الماده البيضاء زي الورقه البيضاء كده او الوايت بورد السبوره البيضاء مالها ريفلكت بتعكس ريفلكتس اول لايت كلر وايت وايل بلاك اوبيك الماده السوداء المعتمه ديت بتعمل ايه يا شباب؟ ابزورب بتمتص ابزورب اول لايت كلرز. نمبر 4 بيقول لي salt and water is mixed by لو انا عندي يا ولاد salt and water الملح والماء mixed by هخلطهم ازاي؟ ممكن اخلطهم ب steering steering يعني بالتقليب او ممكن اقول له shaking بالرب and separated يعني انا عايز افصلهم بقى يبقى عندي هنا salt solution او salt water ملح وميه هفصلهم ازاي؟ by evaporation عمليه التبخير.